هتتجوز من غير مهر ولا شبكة ولا حتى هدايا، بالعكس هتتجوز ملكة جمال وكمان تاخد مرتب، مفيش أسهل من كده، والشرط تبقى عربي. يا سلام بقى لو مصري، إيه الحكاية دي وإيه الشروط ويا ترى الكلام ده في أي دولة؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. فرصة للشباب العربي والمصري بشكل خاص مش هتتعوض تاني. في وسط الظروف المادية الصعبة دي ومصاريف الجواز من أول الخطوبة للذهب للشقة والفرح والهدايا، وما أدراك ما الهدايا بقت صعبة جدا، ومش أي حد يقدر يدفع الفلوس دي كلها في الجواز في مكان واحد بس هيوفر لك بنت مسلمة وجميلة وكلها أنوثة وببلاش. ومش بس كده، ده انت هتاخد مرتب شهري كمان. الدولة دي البنات فيها كتير جدا أكتر من أعداد الرجالة، وطبعا ده عمل نسبة عنوسة كبيرة. ده طبعا غير انهم مش بيتجوزوا قرايبهم، وده تسبب في ان عدد كبير من البنات بيعودوا لسن متأخر من غير جواز، وده اللي خلاهم يدوروا هم على عرسان ويعلنوا شروط الشاب العربي. اولها انه يكون بس معاه بطاقة ويكون مسلم، مش شرط بقى سنه ولا منصبه ولا فلوسه. طبعا دي فرصة ما تتعوضش ابدا. اكيد الكل دلوقتي بيسأل نفسه فين البلد دي وازاي يروحها. البلد دي دولة صغيرة وعدد سكانها قليل جدا، وتعتبر حتة من روسيا. الدولة دي هي الشيشان، يعني تقدر تقول انك هتتجوز روسية مسلمة من غير ما تدفع قرش حتى، وانك تروحها سهل جدا ومش مكلفة، لان ممكن جدا العروسة تشيل تكاليف السفر، وهي اللي هتجهز كل حاجة هناك وتوفر سكن الزوجية. ومش بس كده، البنات هناك بتتميز بانهم شاطرين جدا ومش هيخلوا ازواجهم محتاجين حاجة، ده غير تقاليدهم اللي بتخلي الست تسمع كلام زوجها من غير مناقشة. وفي فكر سائد هناك ان لو ينفع يسجدوا لحد بعد ربنا فهيكون ازواجهم، يعني مال وجمال وطاعة. لو فاكرين ان دي بس كل المميزات فتبقوا غلطانين، لان البنات هناك ليهم عادات في الجواز مختلفة خالص، وبيدوا ازواجهم الحرية المطلقة. فلو واحد حب يتجوز واحدة واتنين على مراته مش بيعترضوا، بل على العكس بيوافقوا بدون نقاش. وطبعا من ضمن المميزات ان بمجرد ما تحصل على قسيمة الجواز بتحصل كمان على اقامة مؤقتة، ولان جمهورية الشيشان جزء من روسيا الاتحادية اللي هي تترستان، فهيكون كأنك اتجوزت روسية وبقى معاك الاقامة في روسيا. كل ده من غير ما تدفع ولا جنيه، يعني يدوب بشنطة هدومك. في نفس الوقت طلعت ناس بتقول ان الكلام ده مش حقيقي، وان الجواز هناك مش سهل زي ما انتم متخيلين. اي نعم هم عندهم زيادة في عدد البنات وهم مسلمين وطبعهم قريب جدا من العرب، لكنهم برضو زي العرب بيخافوا من الجواز من الاجانب حتى لو كانوا مصريين او عرب ومسلمين، لان بالنسبة ليهم مجتمع مختلف عنهم. وعلشان كده بدأت بعض الشركات انها تعمل رحلات اللي عايز يسافر هناك ويقدر يكتشف القصة دي بنفسه ويشوف اجواء جديدة مختلفة. في النهاية انتم ايه رأيكم في حكاية الجواز من الروسيات المسلمات؟ وهل لو هناك فرصة ليك تتجوز منهم ولا المصرية مفيش زيها؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.